مصطفى فتحي لما بيتحط على الوينج اولا بيبقى مطالب ان هو يرتد يدافع فبتاخد منه كتير، ثانيا بيستلم الكره من اخر الملعب فبيرقص لحد ما يخبط في اول مدافع، لان هو بالنسبه له مصطفى فتحي الكواليتي بتاعته الرئيسيه هي الكواليتي بتاعت اكل المساحه بالسرعه وبالترقيص وبالتصويب. تمام. اقل عنده شويه الباص، انه يطلع الباص من رجله في توقيت مناسب، محتاج يشتغل عليها 100% محتاج يشتغل عليها، بس هو في الوقت الحالي مصطفى يبقى سفاح بيبقى في افضل حالاته، بيبقى سوبر هيرو لما بيلعب في القلب، علشان هو في سموحه مثلا كان بيعمل كده، كان بيلعب كانه مهاجم واحد كانه مهاجم تاني، عشان المرتدات ياخد الكوره يبقى بالنسبه له ترقيصه واحده شوطه واحده جون. فانت بتقول ان ده مركز مصطفى في الملعب انه بديل اوباما. بالظبط كده، بالظبط كده، او اساسي على اوباما حتى بالنسبه لي. اوكي. ليه اساسي على اوباما؟ هو اوباما بيديني استحواذ، مصطفى بيديني مروحه على الجول، بس في نفس الوقت هو لو رزاق او نجم موجودين او زيزو النوعيه دي برضو تقدر تديني شويه استحواذ واقدر اوفر وقت واروح على جول اسرع. فبالتالي مصطفى فتحي بالنسبه لي خيار ممتاز ان هو يكون اساسي. ففكره كارتيرون ويكمل صحيحه. يعني انا اصلا بيجي لي ارتكاريا من حته ان بحس ان لاعب عنده 9/10 في حاجه وعنده 4/10 في حاجه، ال4/10 دي بتبقى 7، ده انت هتبقى في حته تانية. حلو ده، بس انت بتؤكد ان قرار كارتيرون كان مظبوط، ان مصطفى هنا دي العدله بتاعته، عشان دي اهم حاجه نوصلها للجمهور يعني. بكل تاكيد هي دي العدله بتاعته، ان مصطفى لما بيلعب على الوينج بيعاني من ان هو بيبقى بياخد الكره ويجري كتير قوي، فهي انت استغليت امكانياته بافضل طريقه ممكنه بانك حطيته في المكان ده. اشرف بن شرقي على فكره برضه هو جرب مصطفى في كذا مكان، مصطفى لما لعب ناحيه اليمين كان زي ما اتفقنا بيعاني من ان هو بيجري كتير بالكوره فبيضيع عليك وقت، لما كان بيلعب ناحيه الشمال هو بيخش للقلب كتير علشان هو مش راجل بتاع عرضيات، ماتش البنك الاهلي دخل للقلب كتير خسر الكوره هو بعيد جدا عن المنطقه اللي يكون موجود فيها فاتعملت مرتده دخل منها جون الزمالك، فهو في افضل مكان ليه مصطفى فتحي. وفي نفس الوقت اشرف بن شرقي انا بالنسبه لي انا افضل ان اشرف بن شرقي يلعب صانع العاب، بس انا فاهم كويس ان الراجل ده كارتيرون من مدرسه ان لو واحد بيديني 9/10 في مكان انا مش عايزه يديني 8/10 في مكان تاني. مظبوط. مش هلخفن الاماكن، وهو 9/10 على الوينج و8 من 10 في القلب. ليه؟ لانه 9/10 على الوينج لانه حتى لما بيستلم في مساحه حتى لو قدامه 3 ممكن يرقصه، انما في القلب هو المساحات اقل فبالتالي هو ممكن يرقص بس ممكن لا. وهو بالنسبه له ده الرقم واحد، يعني رقم واحد مش هخرجه كتير، لو عوزت ان انا اجيب بلاي ميكر هجيبه، غيرت مهاجم ممكن اوديه هو مهاجم، يعني هو بالنسبه له ده اللي بيتحرك عليه الفرقه. بحس ان هو مع بن شرقي كده يمكن اكتر من زيزو. اكيد، لان هو بن شرقي هو الحل، زيزو المكنه، بس الحل عند اشرف بن شرقي.